طبعا اليوم شهدنا مراسم توقيع اتفاقية شراكة لبناء دار الإعلام بإقليم الحسيمة، وهذا الفضاء الإعلامي بالدرجة الأولى سيلعب دورا مهما على مستوى تكوين الإعلاميين، تكوين صحفيين نساء ورجال الإعلام. طبعا لابد أن نستحضر الضمانات الدستورية والقوانين والترسانة القانونية اللي كتكرس دائما ضمانات مرتبطة بحرية الصحافة بحرية الإعلام، وكذلك تكوين أجيال مستقبلية في مجال الإعلام. طبعا نسعى دائما أن نكون أمام صحافة مهنية مسؤولة وصادقة وحرة بالدرجة الأولى، ولن يتأتى هذا دون كذلك وجود فضاءات إعلامية مثل هذا دار الإعلام بإقليم الحسيمة.